الأفعى الملونة، في ناس بسموها عنا حسب ما بسموها حية المسبح، عشان جاي على شكل ألوان طبع زي الخاتم. هاي الحية طبعا موجودة في كل معظم فلسطين. الحد الأقصى لطولها، طلع محلها، الحد الأقصى لطولها 60 سنتيمتر. حية مش خطرة، سامة بس سمها معتدل، يعني قرصتها ممكن جربي خليها تقرصني. قرصتها مش خطرة وحية جميلة جميلة، يعني أجمل حية أنا بشوفها بفلسطين. يلا ما بدهاش تقرص، بلاش عادي بتمسكها ما بترضى تقرص، يعني بترجعها عشان تقرصك ما بترضى، يعني الحية مش خطرة. بس نشوف الشغلة هي، يعني تمها وراسها زي نفس الأسود الخبيث، بس هي طبعا هاي أنيابها، أنيابها جايات لا ورا ولا قدام، جايات في النص. لحظة شوي، مش عارف بديش أنا أضرها. سمها ضعيف، هاي النياب شايفه الصغير، هاي بين، هاي انيابها، هي الانياب على الشمال وعلى اليمين. الشي ده عندنا ببين معانا على الكاميرا، بين مش مبين؟ المهم هاي النياب بجيها ناب، بين هاي ولا لا؟ بين على الدبوس، حرك شو هاي، ما هي مش شايفهم، هاي هاي ناش نضرها. المهم من يابها بيجوا صغار صغار، وسمها ضعيف جدا، موجودة في معظم فلسطين، يعني كتلها حرام. حتى هي كلها كروسيني ما بترضى تقرصها. يلا طلع محلها.